أحداث كبيرة طواها الزمن واختفت من ذاكرة الأجيال اللاحقة وقائعها، ومع ذلك يبقى التاريخ أمينا على الماضي، رسوله إلى الحاضر وسفيره إلى المستقبل. الأول من فبراير عام 1958. في الفاتح من شهر فبراير عام 1958 أقيمت أول وحدة اندماجية بين دولتين عربيتين في التاريخ المعاصر، هما مصر وسوريا، وقد استبدلت الدولتان علمهما بعلم واحد، أصبح لهما قيادة موحدة وتمثيل دولي واحد وبرلمان واحد وحكومة مركزية واحدة، أصبح اسمها الجمهورية العربية المتحدة. ولكن ما جاء شهر سبتمبر عام 1961 إلا وهدم أنصار الانفصال الوحدة حلم الجماهير العربية. في الأول من فبراير عام 1963 كان انسحاب القوات البريطانية من أول مستعمراتها في إفريقيا قد تواصل خلال الستينات، حيث أصبحت في هذا اليوم نياسالاند دولة مستقلة داخليا، أصبحت تعرف باسم ملاوي الاسم الإفريقي للدولة، وأصبح الدكتور باندا رئيسا للوزراء ثم رئيسا للدولة ثم انتخب رئيسا مدى الحياة. الأول من فبراير عام 1965 جسر جديد يقطع نهر الراين تماما خارج المدينة الهولندية روتردام، وأصبح على طول شوارع أوروبا في الأول من فبراير عام 1965. ملكة هولندا افتتحت الجسر، وأصبح طريق أوروبا السريع بدون تقاطعات، مما سهل الطريق من بحر الشمال فهولندا فألمانيا وسويسرا والنمسا. قبل افتتاح هذا الجسر المتعدد الخطوط كان قطع نهر الراين يعد نقطة سوداء للسائقين على الطريق عبر أوروبا. في الفاتح من شهر فبراير عام 1974 والمأساة ماثلة في مدينة ساو باولو البرازيلية، 185 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 بجروح خطيرة عندما اندلعت النيران في عمارة للمكاتب مكونة من 21 طابقا في وسط المدينة. بالنسبة للقتلى أكثر من 40 شخصا قتلوا عند قفزهم من الأدوار العليا في المبنى، ولقد أنقذ رجال المطافئ الأشخاص في الأدوار التي تقل عن 17 لأن السلالم لم تصل للطوابق العليا. لقد حاول طيارو الهليكوبتر رغم الدخان واللهب محاولة إنقاذ الآخرين، لكن كل الجهود المتضافرة أو الموحدة لم تستطع تفادي هذه الكارثة المروعة. في الأول من فبراير عام 1978 كيرك رايت المخترع الأمريكي مع هدية غير اعتيادية، فقد جاء بأصغر دراجة بخارية في العالم ذات مكينة صغيرة جدا تبلغ سرعتها نحو 30 كيلو مترا في الساعة، وقد صممت الدراجة للطرق الوعرة.